فلوسها؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ انا عارفه ان انت بتحب تقعد هنا. طب اقعد. عارفه منين؟ إيه؟ اللي يحب حد بيبقى عارف هو بيحب ايه. وبعدين انت ناسي ان شيرين كانت صاحبتي وكانت بتحكي لي على كل حاجه، وعارفه ان انتوا الاثنين كنتوا بتحبوا تيجوا تقعدوا هنا. ده انا افتكرت ان انتي شيخه يعني مكشوف عنك الحجاب. الحجاب والحاجه، انا بس حاسه ان انت حيران يا صالح. انا مش حيران، انا واخد خط على دماغي زي ما يكون دايخ. انا مراتي ماتت وهي بتولد، بتولد ابني اللي ما شفتوش ولا حسيت بيه. عشان كده انا مش عايز احس الاحساس ده تاني. من الاخر انا عايز لا احب ولا اتحب. هتفضل مستخبي ورا الاحساس ده عشان ما تواجهيش الحقيقه؟ ايه الحقيقه؟ اسمعيني كويس يا بنت الناس، كبري دماغك، شوفي مصلحتك. انا مش ممكن اكبر دماغي منك يا صالح، حتى لو استنيتك العمر كله. غريب، اول مره اعرف ان الستات بتصبر يعني وتستنى. لا، اللي بيحب بيستنى، مش حكايه ست وراجل يا صالح. انت في قلبي من يوم ما شفتك، حتى من قبل ما تتجوز شريك. موسى انا مستجدعك وعارف ان انت ست بنية راجل، انت شلت المسؤوليه بدري وربيت اخواتك وتمام. انا عملت زيك برضه وسافرت واخترت الغرب وصفرت اخواتي، باين كده الغربه كتبت عليا وعليهم. الغربه مش بالضروري تبقى بالسفر يا صالح، صدقني ساعات الواحد يبقى في وسط اهله وناسه وبرضه حاسس بالغربه. معاك حق، بس انت عارفه يا بت انا معاكي ما بحسش بالغربه. تشربي ايه؟ اه طبعا الاثنين قافلين موبايلاتهم. صباح الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نوسة فين؟ نوسة تعبانة شوية. أيوة فين يعني؟ في البيت. اتفضلوا. شكرا. استنى يا هند. هما مالهم كلهم بيسألوا على نوسة كده ليه النهاردة؟ ما الواد ماهر بيقول لي انت عيانة ليه؟ ما انت في الصلاة على النبي زي القمر اهو. انا قلت ابحر المسك. طب ما تدخل واقف ليه؟ الحاجات كده النوجة وعيالها. ما تزعليش مني، خلي بالك انا الربع عزك ما اتنرفزت عليك، بفضفض معاك يا نوسه. بس انا غلطان، حقك عليا. هو ده اللي بيجيبك الزمالك يا دولي؟ هند شايف؟ شايف اللي بتدافع عنها بتعمل ايه؟ واحنا اللي خايفين عليك؟ امال لو ما كانش اخوك محبوس كنت عملت ايه؟ بس ايه؟ ازاي تتكلمي كده؟ لا يا ماما، لحد نوسة وخط احمر، ولو على الردح بنعرف نردح برضه. انت اوعى يا سلمان. هند خلاص صالح. هند هتفتح يا سلمان ولا عايزنا نتفرج كمان شويه؟ تمام يا بريو،
براهن اركبي العربية. انت كمان هتتكلم؟ بقول لك اركبي. حلاوة الحلاوة لو 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 يا حلاوة لو 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 يا حلاوة. ايوه انت سواق؟ امال جاي هنا اقف؟ دون طبعا سواق، حتى الغسالة معايا. عايزتك تبر من البلد كله وبالليل مش عم نتعشى سوا. لا انا نتعشى. اتفضلي يا فندم، اتفضلي اتفضلي، ده احنا هنبرم للصبح. اتفضلي يا فندم. يا اهلا يا اهلا، اتفضلي. بس يا احمد أهلاً. تعالى يا صالح، تعالى خش عشان خاطري، خش. ايه يا هند؟ ايه اللي انت عملتيه ده؟ انا لسه ما عملتش حاجه يا صالح. الست دي مخلياك تنسى اخواتك. الست دي عمري ما شفت ابنها حاجه وحشه. الست دي بميت راجل. يا صالح يا صالح، دي سابت شغلها وراحت تطبخ لك في الصحراء. يا هند يا هند، ارجوكي ما تتدخليش. ارجوك انت يا سلمان ما تتدخلش. عملت كده عشان بنت بلد وجدعه. وجدعنتها دي هي اللي خلتك تنسى الكارثه اللي احنا فيها، وتسيب اختك وتروح تحب لي فيها. بتحبه يا هند؟ اكيد بتحبه. فيها ايه؟ يا عبيطه، دي كانت زعلانه مني وانا كنت طالع صالحها. يا سلام، شفت؟ اهي بدات تصعب عليك كمان. الله، وما تصعبش عليا ليه؟ نوسة عمرها ما كانت عايزاني اسكن في شقه مفروشه، كانت دايما تقول لي اسكن عند اختك، عند هند. عمرها ما فكرت انها تبعدني عن اخواتي، عمرها ما قالت لي ان انا سيبكم. سيبنا؟ سيبنا يعني ايه يا صالح؟ يعني ارجع تاني، بدل انا هنا مش عاجبكم، ولا شغل عاجبكم، ولا تفكيري عاجبكم، ارجع اسافر تاني. حتى الست اللي انت بتقول ان هي بتحبني، افترض ان هي بتحبني، فضحتيها، زلتيها. صالح صالح استنى يا صالح، انت رايح فين؟ رايح في دهب. استنى يا صالح، يظهر كل اخوات تاهوا مني يا سليمان. اللي انت عملتيه ده؟ انا مش فاهمك. جنرال بويل كرير لابوطة معاك. تاكل معي بليز؟ ده انا اكل واشرب واتشقلب، بس يعني ما يصحش. انا السواق بتاعك. طب ليش متضايق؟ أنا متضايق؟ لا لا، بس بحاول أكون محترم. ساكت ليش؟ بعرف المصريين بيمزحوا وبيضحكوا. كل ده ساكت؟ لا، وتاني حاجة المصريين يعني بني آدمين عاديين، يعني ممكن يبقوا ملتزمين. على فكرة مقعدتك معايا كمان ما حدا يزنخ ويلطش علي. لطش؟ ده اللي يلطش هلطش فيه وأزنخ، بس إيه اللي طبعا حلو؟ ده هو اللي تركتيني الكريميلو؟ لا، ما أنا عايز أقول لك. قومي معايا. آه يا حيوانة ماشية مع تلاجة لابسة قميص عيني. مالك حبيبي؟ مش عارفة أنام، حاسة إني ظلمت نوسة. طب نامي، الصباح أربعة. حسين. ها؟ قوم حبيبي عشان ميعاد الشغل. لا أنا أوف النهاردة إجازة عشان مرهرق. حسين قوم، بدل ما اجيب ميه من الثلاجه واحميك بيها حبيبي. ياه ايه؟ لا ميه، لا شوشي بقى، ما تبقي ايه ده؟ ايه ده حسين؟
مين عمل فيك كده حبيبي؟ ايه وشك؟ مين ضربك؟ هو انا ما قلتلكيش عيال ولاد حرام تلاتة طلعوا عليا وثبتوني وكانوا عايزين ياخدوا العربيه، بس انا ما سكتش، ده انا شايلتهم في وشهم جامد. انت بتكذب عليا يا حسين يا ارلاينج. عيب شوشي، عيب انا اكذب عليكي؟ ده انت روح القلوب. ما بكذبش انا، عمري كذب. مش مصدقك حسين وزعلانه ومخصماك وماشيه. ايه اللبس ده؟ انت رايحه كباريه ولا الفندق؟ انزلي. ضحكت عليها عبيطه قوي البنت شوشي. ما هو ده بقى الواحد يتجوز في البنات صدق، عارف.